اهلا بيكم متابعين قناة الادوات المنزلية بفيديو جديد، اتمنى تكونوا بألف خير وصحة وراحة بال. وانتوا بتشوفوا معايا فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا، علشان هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة من الادوات المنزلية والمنتجات المفيدة والاختراعات والاجهزة الذكية اللي مفيش سيدة بيت تقدر ان هي تستغنى عنهم. قبل ما نبتدي الفيديو مع بعض، يا ريت ما تنسيش اللايك علشان تشجعيني وتشجعي القناة. ولو دي اول مرة بتشوفي بيها قناة الادوات المنزلية، اتمنى ان انت تنضمي لينا عن طريق الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصلك اشعار بكل جديد من الفيديوهات اليومية اللي بتنزل على القناة. تعالي بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض، ونبتدي ان احنا نشرح جميع الادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده. في البداية كده معانا جهاز لإزالة الجليد بسرعة كبيرة جدا دون تدفئة أو دون حرارة. في 20 دقيقة بس اللحمة المجمدة هتتحول للحمة فريش، ولو عندك سمك مجمد هيحتاج 15 دقيقة علشان يبقى فريش، والجمبري هيحتاج 12 دقيقة. مع إن عملية إزالة الجليد عن اللحمة المجمدة بتحتاج لساعتين علشان نقدر إن احنا ندوبه بالشكل الطبيعي، بس مع وجود صندوق إزالة التجميد الموضوع هيبقى أسرع ب10 مرات. وميزة الصندوق ده إن هو بيحافظ لك على الأكل بتاعك إن هو يفضل فريش وطري في نفس الوقت، كأنك لسه حالا جايباه من السوق. بعد كده تعالي شوفي معايا عصارة البرتقال أو الفاكهة الكهربائية. العصارة دي قادرة إن هي تفصل لك العصير عن اللب بكل سهولة من غير اي مجهود منك، وغير كده كمان ان انت تقدري ان انت تحطي الفاكهة كاملة في العصارة دي من غير ما تحتاجي ان انت تقطعيها، وبكده العصارة دي هتوفر عليكي الوقت والجهد، واهم حاجة ان هي مش مزعجة ابدا اثناء الاستعمال. بعد كده تعالي شوفي معايا حامل مجفف الشعر، تقدري ان انت تثبتيه بكل سهولة على جدار الحمام. الحامل ده مقاوم للمية وقدرته على التحمل عالية جدا، تقدري ان انت تثبتي عليه مجفف الشعر الخاص بيكي من غير وجود اي قلق من ان هو يقع او يتفك عن الجدار. بعد كده على طول معانا برضو صندوق لتخزين الارز او الدقيق او الحبوب، امن جدا وبيحافظ لك على الحاجه اللي انت منظماها بيه ان هي تفضل جافه وفريش، لان صندوق التنظيم ده مقاوم للرطوبه. توفر عندنا بكذا حجم 5 كيلو و10 كيلو. بعد كده تعالوا نشوف مع بعض مجموعة من منظمات الزيوت والصويا صوص المانعة للتسرب، ومجموعة تانية من منظمات التوابل الزجاجية الشفافة المقاومة للرطوبة، مع توفر معلقة أو معلقتين جوه كل منظم من المنظمات الخاصة بالتوابل. تعالي بعد كده نشوف مع بعض منظمات التلاجة ومنظمات المطبخ المختلفة لتخزين مختلف الأطعمة والخضار والفاكهة والبيض. وطبعا دلوقتي هنشوف مجموعة متميزة جدا من منظمات التلاجة والمطبخ بشكل عام. طبعا اكتر حاجة جميلة في المنظمات دي ان هي بتيجي عندنا بكذا حجم، وده بيساعدك ان انت تنظمي حاجات كتير قوي في المنظمات دي. في مجموعة منها بتبقى مخصصة للتلاجة، وفي مجموعة تانية تقدري ان انت تستخدميها في تنظيم البقوليات او المعكرونة. بعد كده عندنا منظم المناديل متعدد الاستخدامات، تقدري ان انت تنظمي بيه المناديل بالاضافة للريمود او المفاتيح او اي حاجة تانية انت عايزاها. هنا بقى معانا مفرش الادراج او الخزاين المقاوم للمية والزيت والرطوبة والغبار والغير قابل للانزلاق. بعد كده معانا المصفى والطبق الكبير ده، تقدري ان انت تستخدميه في طريقتين. الطريقة الاولى تقدري تستخدميه كمصفى، والطريقة التانية تقدري تستخدميه كطبق تقديم أو كسلطانية للخضار أو الفاكهة. بعد كده عندنا المصفى مستطيل الشكل، تقدري إن انت تستخدميه كمصفى للأطباق وأدوات المطبخ، وممكن كمان تستخدميه كمصفى للخضار أو الفاكهة. بعد كده معانا منظم لتخزين الرز أو حبوب البقوليات، مع كوباية خاصة تقدري إن انت تعايري بيها الكمية اللي انت عايزاها من الحاجة اللي انت منظماها في المنظم ده. طبعا المنظم ده بيساعدك ان انت تحافظي على الطعام الخاص بيكي ان هو يفضل فريش، لان المنظم ده مانع للرطوبة. ومن الحاجات اللي انت تقدري تستخدمي المنظم ده لتخزينها الحبوب او الفاصوليا او السكر او الدقيق والقهوة والمعكرونة
وممكن كمان تخزني بيه الأكل الخاص بالحيوانات الأليفة. بعد كده معانا مجموعة من سكاكين الفاكهة، وممكن كمان تستخدميها للطبيخ. طبعا السكاكين دي مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ ومقاومة للتآكل، المقبض بتاعها مطاطي ومريح في الاستخدام، وغير كده ان انت لما تنضفيها الرسومات اللي موجودة عليها دي مش هتتعرض للخدش. بعد كده تعالي شوفي معايا مطرقة اللحمة المصنوعة من الفولاذ، واللي بتسرع من وقت استواء اللحمة وبتساعدك ان انتي تفضلي محافظة على شكل اللحمة او الفراخ او السمك، سهلة جدا في التنظيف. تقدري بعد ما تستخدميها ان انتي تنقعيها بمية دافية وبصابون، وبعد كده تنظفيها بأي فرشة موجودة عندك. بعد كده تعالي شوفي معايا منظم البقوليات الدائري مقاوم الرطوبة، بتوفر معاه جارور تقدري ان انتي تعايري بيه الكمية اللي انتي عايزاها من الحاجة اللي انتي منظماها بيه. بياخد معاكي كذا نوع من البقوليات، وده بفضل ميزة الفواصل اللي موجودة بيه. بعدها هنشوف مع بعض السخان أو الدفاية الكهرباء مع شاشة بتشتغل عن طريق اللمس، ومعاها جهاز للتحكم عن بعد تقدري ان انت تثبتيها في الصالة أو في أوضة النوم. بعد كده تعالي شوفي معايا تحفة ديفيد المنحوتة، طبعا تقدري ان انت تستخدميها كمزهرية أو كديكور أو كمنظم، مصنوعة من الجبس وبعض المواد الصلبة. تقدري ان انتي تغسليها بالمية مع الاستعانة بفرشة او بورق صنفرة ناعم. بعد كده تعالي شوفي معايا شريط عازل للصوت، طبعا بيتم استخدامه اسفل الباب، مصنوع من مواد بلاستيكية، مرن ومتين جدا، مانع لدخول الغبار. تقدري ان انتي تستخدميه في الشتاء وفي الصيف لانه بيمنع تسريب تكييف الهواء او التدفئة، وبالتالي بيوفر عليكي الكهرباء والفلوس. الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام. لو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم، أتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك. ولو عندكم اي استفسار عن اي حاجه اتعرضت في الفيديو ده، تقدروا ان انتوا تكتبوا لي في خانه التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزه اللي موجوده معانا في الفيديو ده، ووضحنا ازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها. والحقيقه انها كلها ادوات عمليه وغير مكلفه وبسيطه جدا، وتقدري ان انت تستفيدي منها بكذا طريقه مختلفه، وبتسهل عليكي الحياه اليوميه وشغلك في البيت. كملي الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده، وتقدري ان انت تعرفي ايه هي الحاجه اللي انت محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجه ان انت تعرفيها في الفيديو ده، جه الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهوله وكل بساطه. وطبعا هم عباره عن 3 طرق، تقدري ان انت تختاري الطريقه المناسبه ليكي على حسب المكان اللي انت متواجده بيه. فبدايه كده لو انت عايزه طريقه معتمده، تقدري ان انت تجيبي كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي باي. طبعا التطبيقات دي مشكلتها ان هي تكاليف الشحن بتبقى فيها غاليه جدا، اما بالنسبه لاسعار البضاعه فهي بتبقى متفاوته، يعني في عندك ادوات او منتجات بتبقى اسعارها معقوله وفي ادوات تانيه بتبقى اسعارها غاليه. وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجه اللي انت عايزه تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عاديه للتنظيف او اجهزه كهربائيه فاكيد كل حاجه هيبقى ليها سعر مختلف. وعايزه اوضح لكم حاجه كمان، ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتم موجودين بيه، يعني تكلفه الشحن مثلا للدول العربيه غالبا بتبقى دايما غاليه، انما مثلا الشحن لامريكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منخفض شويه، او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني. فاعتقد ان الطريقه دي تقدروا ان انتم تعتمدوها على حسب المكان اللي انتم متواجدين بيه. بعد كده تعالوا اقول لكم على الطريقه الثانيه اللي ممكن تسهل عليكم او تحل لكم مشكله تكاليف الشحن، وهي صفحات الفيسبوك. طبعا الصفحات دي برضو بتبقى عباره عن تجار بيجيبوا كميات كبيره من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين، وبتدفعي طبعا حاجه رمزيه جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحافظه او على حسب المكان اللي انت موجوده بيه. وطبعا الصفحات دي هتلاقيها لو انت موجوده في مصر او في الاردن، معرفش بقى لو انت مثلا في السعوديه او في الكويت ممكن تلاقي الصفحات دي او لا. بس اللي عايزه اقوله لك ان طريقه البحث عن الصفحات دي سهله جدا، تقدري ان انت تكتبي في خانه البحث اللي موجوده في الفيسبوك ادوات منزليه في مصر او في الاردن،
او في السعوديه او في الكويت، طبعا على حسب البلد اللي انت موجوده بيها. وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقه دي قبل كده في فيديو، هسيب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف، تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا منه. اما بالنسبه للطريقه الثالثه وهي المحلات اللي بتبقى موجوده على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، فطبعا بتحتاج منك جهد لغايه ما تلاقي كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي. فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي، اتمنى ان هو يكتب لنا في خانه التعليقات علشان الكل يقدر يستفيد من الموضوع ده. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان كل الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم. ما تنسوش تشجيع وتشجيع القناه بالضغط على زر اللايك، ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدروا ان انتوا تضغطوا على زر الديسلايك. ولو عندكم اي استفسار عن اي اداه او اي منتج اتعرض في الفيديو ده، تقدروا ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد بكره. سيبكم في رعايه الله.